اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم حاجه حلوه، وزي ما وعدناكم لسه بندور لكم على كل الحاجات الحلوه من اسوان لاسكندريه. والنهارده معانا حلقه جميله ان شاء الله تنول اعجابكم. ولكن جالي تساؤلات كتير على صفحه البرنامج، ايه الهدف من برنامج حاجه حلوه؟ الفكره كلكم شفتوها طبعا، ولكن الهدف انا كنت بنزل شوارع القاهره زيكم كلكم، بتمشى فيها، بتمشى في وسط البلد، في شوارع في المعز، في كل مناطق القاهره كان دايما عندنا الروح الحلوه موجوده، الفكاهه، الدعابه، لقيت ده كله اختفى. قعدت افكر كتير قوي ايه السبب، يعني احنا مثلا فقدنا الثقه في ربنا، او ما عادش عندنا صبر نتحمل شويه على ما بلدنا تقف على رجليها تاني ونعدي الازمه اللي احنا فيها. احنا يا جماعه ما ننساش ان ربنا وعد ان مصر محفوظه، ده كتاب ربنا وكلام ربنا اللي قال كده. فجمعت فريق العمل بتاعي وقعدنا نفكر في فكره جديده للبرنامج، عشان كده اخترنا حاجه حلوه، وكان الهدف منه ان احنا نحاول قدر الامكان نرجع البسمه والابتسامه على وشوشكم اهالينا وحبايبنا ومشاهدينا الكرام. باختصار ده الهدف، اما الفكره انتوا شايفينها ويا رب نقدر ننفذها لكم على الشكل الصحيح. هنبتدي النهارده بخبر حلو قوي، افتتح السيد رئيس الجمهوريه المؤتمر السادس للشباب، واللي من خلاله اعلن ترقيه الفريق محمد زكي الى رتبه فريق اول. الف مبروك سياده الفريق، وبالتوفيق ان شاء الله لمصر وللدوله كلها. فاصل وهنرجع مع نجمتنا النهارده ومفاجاه الحلقه، انتظرونا بعد الفاصل. ذنبك مني في بنتي بكريتي سنك النبي ما تسيبيني يا دري واحنا في الظروف دي، والنبي ما تسيبيني، ده احنا مالناش غيرك بعد ربنا. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبال عندك يا حبايبي، عقبال عندك. بتعمل ايه يا راجل؟ بصلح خمسة كشكول قبل شهر العسل. عسل انت جميل يا التعب. برضه يا حنفي هي ايه؟ وكاله من غير بواب؟ حنفي لا يمنعه بواب ولا باب. ما انا كنت باجي هنا على طول، وكانت الضحكه الحلوه لحنفي والطله الاجمل لحنفي راحت علينا ولا ايه؟ بما خلق. بسم الله ما شاء الله، زي القمر زي ما انت. نعم يا اخويا انت رخم. وده مين ده؟ تعرفني منين يا حليو؟ يا وليا يا ام مخ مزرنخ، اتكلمي عدل مع مولانا. هو ايه الف ليله وليله اللي انا دخلت عليها دي؟ مولانا ومولاك، رد عليا فهمني فسر لي. احنا عندنا تعليمات انك ممنوعه من الدخول يا ست فتحيه. ممنوعه من الدخول؟ ممنوعه من الدخول فين؟ في ملكي؟ بشارع عمري؟ ما تقول حاجه يا جعفر. اقول ايه وانا حامل زقه؟ يلا بينا نروح. اروح ده ايه؟ ده انا هعري شعري واخلي اللي بيشتري يتفرج. الو مين معايا؟ ايه؟ مش عارفه صوتي. لا يا اخويا مش عارفاه. وانا اعرفك منين؟ لا انت تعرفيني كويس. انا واحد بيعاكس. على ايه يا حسره؟ كان زمان وجبر. مين قال كده؟ ده انت لسه بخيرك، ده انت بتفكريني بنوقة اللي ما كانت بتلعب في الحارة وسايبة ضفايرها. نوقة ينيلك يا رايق، انت جبت نمرتي منين؟ من بيت أسنية. ريحت قلبي وجابتها لي. ومالك على ايه؟ مال اسهل؟ مالكيش خروج تاني؟ يعني هتحبسيني ياما؟ يا ليلى هحبسك، واول خطوه هتخطيها بره البيت دي هتكون لبيت جوزك. والله يسيبونك وامتى عليه ليه بس؟ تمشي تروحي فين يا روح امك؟ انت فاكره نفسك متربيه في بلاد بره؟ فوقي قبل ما تعوجك. ياما حصل ايه ياما؟ دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب. وانت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص انا اسلح بنفترين بالي في الترميات. اللي اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اسمع، انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك، انا ماليش فيها. تعلمت عزف الاكورديون والبيانو بمهارة، ومارست ايضا رياضة الجمباز بجدارة حتى اصبحت بطلة فيها. كل ذلك ولم يكن عمرها قد تجاوز 12 عاما. وتنسب الفضل في ذلك لمدرستها الابتدائية التي تعلمت فيها العزف الموسيقي بدرجة عالية من الاحترافية، إلى أن اختطفتها الفرقة القومية للفنون الشعبية لتعمل راقصة بها، رغم أنها لم تكن تفكر أبدا في خوض ذلك المجال. ومن بعدها جذبتها أضواء السينما والتلفزيون إلى أن صارت واحدة من أشهر نجمات جيلها، وهي من الفنانات القلائل التي احتفظن بشعبية واسعة لما تتمتع به من جمال وجاذبية. نجمتنا وضيفة برنامج حاجة حلوة اليوم هي الفنانة عايدة رياض. رجعنا لكم تاني ومعانا نجمتنا النهارده، النجمه المتالقه الجميله الفنانه عايده رياض، وهي واحده من اهم نجمات الفن الاستعراضي في زمن شهد اهتمام كبير جدا بهذا اللون. قبل ان تخرج لمواجهه الجمهور بدات حياتها الفنيه كراقصه في الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، وكان عمرها لا يتجاوز 15 سنه. وعن طريق الفرقه بدات الانطلاق، هي من الفنانات القلائل اللي هي حافظت على شعبيه واسعه جدا بما تتمتع به طبعا من جمال وجاذبيه. معانا الفنانه عايده رياض، اهلا بيك يا فنانه نورتينا. اهلا بيك يا حبيبتي، انا مستنياك وانت عماله تقدمي وتقولي الكلام الحلو ده. احنا ما قدرناش نقول كل حاجه، وعايزه تقولي حاجات كتير قوي قوي واصله لي والله، احساسك الجميل جدا. انت بس والله انت اسعدتيني، انا البرومو اللي انتوا عاملينه ده برومو جميل جدا، فريق الاعداد كله من فرحته بوجود حضرتك ما ناموش من اسبوع. بجد انا سعيده وانا بتفرج بجد على بجد الشغل الجميل. بجد الاستاذ مصطفى والاستاذه هانيا والنوال وايمان وداليا، الفريق كله من اسبوع شغله الشاغل ازاي يعمل البرومو عشان حضرتك تبقي مبسوطه، بس ذوقهم حلو وعشان الجمهور كمان كله بيسال على حضرتك. ميرسي جدا، وبشكر كل الكاست وكل حاجة حلوة. بشكر القناه طبعا وعلى الجروب اللي شغال في القناه، وفعلا عملوا برومو حلو بجد، خدني يعني عارفه قديم وجديد واخر حاجه. مش قلت لك حلقه مميزه؟ ومشاهد حلو قوي 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 بجد والله، خدتني انا، خلتني عارفه ابتدي معاكي بسعاده كده بجد لله. والله يا رب تكمل على كده، ودايما ما نسمعش عنك غير السعاده. مش قلت لكم حاجه حلوه؟ حاجه حلوه قوي. بس معلش انا عندي انفلونزا تقريبا شويه. لا براحتك، انا عارفه انك تعبانه يا جماعه والله، احنا جايبينها تعبانه. لا مش تعبانه، مفيش حاجه، بس عندي انفلونزا عندها برد ومزكمه، بس طبعا زي القمر في جميع الاحوال. لا 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 طبعا عشان خاطر القناه طبعا. هنبتدي النهارده مع حضرتك وهسالك سؤال خارج السكريبت. قولي يا راحت. بداية حضرتك في فرقة للرقص الاستعراضي أو الرقص الشعبي في سن صغير زي ده، ابتديتي ازاي؟ والله برافو عليك. طبعا أنا قلت الموضوع ده 20 مليون مرة، بس برضو معلش أنا هعيد للجمهور وهعيده ليكي برضو. أولا أنا ما كانش في دماغي أي حاجة، أنا مجرد تلميذة في مدرسة. لا مش هقطع كلامك، بس السؤال عشان تعرفي أوضح. أهل يعني أهلك، أنا عارفة إن الموضوع كان صعب، ازاي اقتنعوا بده؟ لا 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 خالص، مفيش خالص المواضيع دي، ولا الاهل كانوا موافق. ده انا بنتي عندي 12 سنة، سنه ما علشان كده بيبي في اجازه نص السنه ده. يعني واحده جت مدرسه بتعمل لنا استعراض في المدرسه في عيد الام، شافتني وانا بعمل بروفات معاها، وعارفه ان انا بلعب جمباز وموسيقى وكده، فشافتني قالت لي فرقه قوميه بتعمل مدرسه جديده للرقص الشعبي. قلت لها يعني ايه رقص شعبي؟ ايه الرقص الشعبي ده؟ فقالت لي ابدا، ده بتشوفي فيلم اجازه نص السنه اللي هو بتاع الفنانه الجميله فريده فهمي والاستاذ المحترم العظيم محمود رضا. قلت لها يا خرابي اسود، ده انا الفيلم دوت يعني بعشقه، انا برقص فريده فهمي واخويا برقص محمود رضا. قالت لي تقدمي في الاجازه بس. وقدمت ودخلت الفرقه طبعا طفله. ايوه اللي بيدربونا كان خبر روس اللي امتحنونا يعني، انا بختصر طبعا. دخلت وامتحنت وكده، ساعتها بابا كان في اليمن. لما كان في اليمن
انا اللي ساعدني في تقديم الورق طبعا صغيره، اخو بنت صاحبتي كانت مقدمه معايا برضو من نفس البرنامج، ورحت وامتحنت ونجحت وكده. ولما جاء بابا بقى في حاجه ظريفه بحب دايما، وانا اخويا سمير هيقعد يقول انت كل شويه تقولي لي كل شويه لا 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 عايزين كان عندي ايه لما قلت لهم دخلت بقى فرقه الرقص وكده، وفرقه فرقه قوميه الفنون الشعبيه زي فريده فهمي وكده. فانا دايما بابا لما كان في اليمن كان بعت اقول له يجيب لي بنطلون هيلانكا وساعه جوفيال، كانوا مشهورين قوي ايامنا يعني احنا. فبعت له جواب اخوي قال له يا بابا ما تجيبش العايده لا البنطلون هيلانكا ولا الساعه جوفيال عشان اشتغل غازيه. ما ده النقطه اللي كنت بتكلم فيها في السؤال. هي اشتغل غازيه. فطبعا بقى طبعا بابا لما جه من اليمن وجا الفرقه واتفرج ولقى يعني اطفال عندهم 20 سنه 20 ولد و20 بنت وبيتدربوا تدريب عالي جدا جدا ولذيذ زي بدل النادي مثلا. ايوه. فخلاص ما قلقش وسابني. هو قال لك هتقعد سنه سنتين لاني البت لا بقى. حظنا بقى حظ الشعب المصري. انا البت يعني حظ الشعب والله المصري. انا حظي كمان كويس لان اتدربت صح. اتدربت صح لان الروس علمونا صح. أيوة. وكنت صغيره 12 سنه. وعلمونا ازاي نواجه المسرح. يعني المواضيع مش سهله زي ما الناس فاكره كده. أيوة العلم حلو قوي لما بيخش في الفن. أيوة. بجد. انطلاقه عايده رياض حضرتك عملتي اعمال كتير جدا مش قادرين نعدها ما شاء الله. الانطلاقه بقى حسيتي ان عايده رياض انطلقت امتى؟ اولا الانطلاقه الانطلاقه اولا كانت من رقصه البامبوطيه. البامبوطيه دي اول معرفتي من الناس رقصه البامبوطيه. دي رقصه مثلا بيرقصوها في الفرقه يعني زي ما انت مثلا تجيب الفنانه الجميله الله يرحمها سعاد حسني. يعني سعاد حسني اي الرقصه دي رقصه البامبوطيه زي ما سعاد حسني كده في السينما. فانا انضميت للفرقه الكبيره بعد ما قعدت تدريب سنتين ثلاثه في المدرسه بتاعه الفرقه. خرجوني بدري عن 4 سنين وعشان اسافر معاهم سفريه 6 اشهر. وجا كده في تاني بلد او تالت بلد رومانيا او بلغاريا تقريبا كده. الرقصه طبعا انضميت للفرقه ما برقص الرقصه ولا حاجه لسه شبل كده بخش في الجماعي وفي البتاع لسه يعني. فجت مشيره الفنانه الجميله طبعا ببعت لها رساله هنا بقول لها يا مشيره وحشتيني وحشتيني قوي يا مشيره. كانت المفروض تكون معانا على فكره والله بس للاسف هي عندها ظرف ان هي هتكون معدي عندها ميتنج في حاجه معينه. مشيره فنانه جميله 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 كراقصه وكممثله وكانسانه حاجه جميله يعني. المهم يا حرام جالها زي انفجار في المصران الاعور فحولوها كنا في رومانيا تشيكلوفاكيا مش فاكره يعني. فطبعا راحت المسرح تعمل عمليه. فاستاذ كمال نعيم عايزين بنت دوبلير بقى في تطلع البامبوطيه. كان في دوبلير ليها من الفرقه الاعضاء الفرقه يعني بس احنا كنا في اوروبا وعايزين اتنين جسمهم يبقى رفيع زي بعض عشان احنا في اوروبا. فبيقولوا مين ومين. فانا رحت طالع كده قلت له استاذ كمان انا حافظه البامبوطيه. حافظه البامبوطيه قلت له والله حافظه البامبوطيه قوي ايه رايك؟ بصوا لي كده كل الفرقه قالوا ايه المجنونه دي. فكمال برضو كان فنان وفي حته فن كده حته مجنونه. قلت طب تعالي الساعه 7:30 عشان العرض هناك 8:30 بيبتدي. المهم عملت بروفا قال لك هي هتنزل 8:30 لقيت الفرقه كلها في الكواليس مستنيين. وقد كان دي اول شهره. اول حاجه فنيه كان استاذ يوسف شاهين جه المسرح. كان بيجي سيف عبد الرحمن عندنا في الفرقه وجلال عيسى وجروب كده. فشافني بجري كده قال انا عايز البنت دي تيجي تمثل فيلم ديكومنتري اسمه سلوى. ما اختصر برضه. فده يعني رحت تمثلت معاه كده. كان عندي ساعتها 15 سنه فيلم عن يعني حاجات مديريه التحرير وكده وتعلمت منه حاجات لذيذه يعني. يعني كان دايما يقول لي مثلا لما تيجي تمثلي وتيجي تعبري تيجي تعبري بعينيكي بس ما تعبريش يعني لما اقول لك حاجه تعملي وشك عضلات وشك. فاخدت منه الحته الجميله دي. واول حاجه بقى بعدهم استاذ نور الدمرداش الله يرحمه جه المسرح وخدني في مسلسل مارد الجبل. ده اول مسلسل جميل. عشان اكح تاني التكييف عالي قوي بس معلش ما يجراش حاجه. وابتديت في مسلسل مارد الجبل. المسلسل ده بقى كان اول صعيدي بقى. ازاي اتقنتي اللهجه؟ لا زمان بقى ده كان في بقى تدريب. أيوه.
وقعدت بروفات بالشهر والشهرين، وتعملي ميزانسين وانت قاعده، وتسمعي على الغايب قبل التصوير. لا لا لا، مش زي دلوقتي. شغل شغل. لا لا دلوقتي طبعا لا، انا ما اقدرش اكذب يعني. يعني دلوقتي احنا بيجي لنا الورق على الهواء. عايده رياض الانسانه، هل تزوجت من تحب؟ وممكن تردي وممكن لا. على فكره لا لا، ممكن قوي لا يعني. لا ما اتجوزتش. لا انا حبيت مرتين وما اتجوزتهمش. وبتحبي دلوقتي؟ ده سؤال على فكره من حد من مشاهدين البرنامج على صفحه البرنامج. بتحبي مرتبطه عاطفيا ولا مفتقده الحب؟ لا لا لا، مش مفتقده الحب. الحب اصل يعني الحب ده اجمل حاجه في الدنيا يعني. إيه انا عمري ما افتقدت الحب، بس قصدك الحب العاطفي. الحب يعني العاطفي. اه لا طبعا يعني حاليا أنا. في اجازه جامده قوي بصراحه. لا قريب ان شاء الله نسمع اخبار حلوه. والله ما حدش عارف، يمكن بمناسبه البرنامج ولا حاجه الاقي عريس على الهوا كده ولا. استاذه عايده، ما الفرق يعني، ايه الفرق بين تمثيل المسرح؟ طيب معانا مداخله الفنان محمد الصاوي. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي ليكم وللفنانه الجميله عايده رياض. الله يخليك. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا قمر؟ وحشتني. الله يخليك. وحشتني قوي قوي. ازيك؟ والله انت اكتر. والله وانت الشغل معاكي متعه في حد ذاته، وده جربته من خلال الشغل هنا في مصر وبره مصر. وبره مصر ده بيبان الصداقه والانسانيه والفن الحقيقي اللي احنا بنشوفه مع بعضينا بره يعني. يا حبيبي ربنا يخليك. الدول العربيه وعملنا مسرح مع بعض، ومن من جمالها ان هي بتطلب حقوق الاخرين قبل حقها هي كمان. ده كل يعني الناس اللي اشتغلوا معاها قالوا نفس الكلام. يا حبيبي بصراحه ربنا يخليك بجد والله يا ساوي، عشان انت ممثل من الناس التقايل اللي بيحبوا فنهم بجد، ومش مهم عندهم اي حاجه بجد والله. وصديق الصديق واخ واب وكل حاجه يعني، وانسان حساس بجد والله. مش بجاملك والله. العلاقات الانسانيه في الشغل جميله قوي. لا محمد ده جميل. لا والله ما انساش والله يعني، ووقفتك معانا وانسانيتك وفنك وانسانه بجد نادرة العملة دلوقتي. يا حبيبي ربنا يخليك. ده كتير كده، انت هتخليني بقى اعمل. لا ميرسي يا محمد قوي، وسلام للأسرة كلها. الفنان محمد، الفنان محمد الصاوي، مفيش حاجة حلوة وخبر حلو لبرنامجنا؟ حاجة حلوة والله. عمل جديد أو حاجة بتجهز لها جديدة؟ وحشتنا والله. إن في الجزء الثاني بأفراح إبليس. ايوه. ده كان مفروض ان هو يتعرض في رمضان بتاع دوت، بس هو نازل قريب. اعتقد ان هو احتمال ينزل على اول الشهر او كده اهوت. تمام. استاذ جمال سليمان والاستاذ تاليف الاستاذ مجد صابر واخراج الاستاذ احمد خالد. نخبه جميله، نخبه جميله. في مسلسل كان برضه مع الاستاذ محمد هنيدي باذن الله، برضه نازل احتمال الاسبوع الجاي، هو ارض النفاق. ماخوذ عن فيلم قصه ارض النفاق اللي عمله الفنان الراحل فؤاد المهندس. بالتوفيق يا مسهل يعني. يا رب بالتوفيق. سهل كده وتتعدل، ونفسي كده ان شاء الله نتقابل مع الاستاذ والاخت. يا حبيبي ده عايده رياض، وحشتني جدا. وانت كمان وحشتني والله. سليمة. والمسرح وحشني معاك جدا جدا والله يا صاوي. والله. وان شاء الله نشتغل، ربنا كريم ان شاء الله، ونشتغل مع بعض. جديد يجمع ما بين كل الفنانين اللي بيحبوا بعض بجد. العلاقه الانسانيه في العمل اقوى، وده سبب النجاح. طبعا 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 طبعا. فن الجميل والانسانيات كمان. طبعا طبعا الانسانيات دي اهم حاجه والله يا صاوي فعلا. يعني سيبك الشغل موجود بيجي وروح، بس فعلا الانسانيات دي مهمه جدا في شغلتنا بالذات. حقيقي يعني. بس على الكلام الجميل اللي انت قلته من قلبك ده يا محمد، ميرسي. ربنا يخليك يا روح. ده بالحب الحقيقي من جوه قلبي يعني. يا حبيبي. طبعا. ما ينفعش نفاق يا استاذ. طالع من قلبك فعلا والله. واصلني والله. الفنان الجميل محمد الصاوي اسعدتنا، وان شاء الله نسمع عنك اخبار جديده واعمالك ناجحه وموفق باذن الله. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. استاذه عايده، فعلا في حاجه بقى بين الجيلين يعني. حضرتك عصرتي جيلين، جسدتي ادوار في جيلين من الفن. ايه الفرق بين الجيلين؟ لان بجد يعني الانسانيات والحاجات الجميله دي تقريبا احنا مفتقدينها دلوقتي.
بصي مش هنقدر نقول مفتقدين، كل حاجه موجوده على فكره، الحب موجود والانسانيات موجوده بس لا مش زي كل حاجه موجوده، بس هو كل عصر وليه ادواته وليه حياته. الحب موجود، والفرق الفرق ان زمان كنا كل حاجه بنعملها بتأني قوي، دلوقتي بقى كل حاجه بسرعه حقيقي يعني. لكن في موجودين فنانين شباب وصغيرين، الاجيال دي مجتهدين جدا ومخلصين جدا وعندهم انسانيات، عشان كده بيبقوا نجوم يعني. مصر دايما بتفرغ ناس وبتورث ناس بيطلعوا، اللي كويس واللي بيجتهد واللي بيحب الشغلانه وعنده، اللي بينجح لازم يكون عنده انسانيات عاليه جدا في شغلتنا دي. فاذا موجود الحب وموجود يعني مفيش فرق، اللي بيوصلوا وبيستمروا هيكون فيه، بس هي ايه يعني شويه تيك اواي شويه سريعه شويه الموضوع يعني، يعني مش مسبكه يعني، الاكل كله مسلوق دلوقتي شويه للاسف. بس احنا عندنا امل ان اللي جاي احسن. لا اكيد، وعلى فكره الخمس سنين اللي فاتوا دولت بصراحه يعني ابتدت مصر يبقى فيها يعني الفن بقى فيه ورق حلو، بقى فيه اهتمام، عندنا مصورين، عندنا مخرجين، عندنا مؤلفين. بس تحسي أستاذ يعني المؤلفين شويه يعني في ابتدوا شويه مش لا عمل. بس تحسي يعني ان يعني المسلسلات او الاعمال كلها بتبقى شبه بعض، كانها مقتبسه من بعض. لا لا مش كله، مفيش تنوع. لا اغلبيتها لا مش كله، لا هو بس في فتره من الفترات كده يعني كانوا بيعبروا شويه عن اللي موجود في الحياه. ما احنا برضو السبع ثمان سنين دولت برضو يعني كان الموضوع يعني ملخبط شويه معانا. حب الناس بقى يا استاذه. معلش معانا الفنان مين يا جماعه؟ معانا الفنان محمد ابو داود. ايوه انا عايزه الناس اللي قدام حبايبنا كده. طبعا استاذ محمد اهلا بيك. يا اهلا وسهلا، مساء الخير. نورت برنامج حاجه حلوه يا فندم. وحشتني يا محمد والله قوي حبيبي. ازيك يا عيود، وحشاني يا حبيبتي. وانت كمان وحشتني جدا، وميرسي على المداخله الجميله دي يا محمد. ميرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ده انت جميله يعني. انا عيب اقول ان عايده رياض يعني من الفنانات ذات الطبيعه الخاصه منذ بدات. احنا عارفين طبعا عايده رياض كانت نجمه الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، وكانت ذات حضور طاغي الحقيقه، ولذلك اول ما نزلت في الفن نزلت في المسرح وعملت اعمال. الحقيقه اول مره اشوفها بتمثل على المسرح، وكان لسه ما اشتغلناش مع بعض. لا بس اشتغلت معاك يا استاذ. لا اشتغلت معاك مسرحيه. طبعا بقول قبل. لا قبل كده. اقول قبل ما يشتغل. قبل ما يشتغل. على فكره استاذ محمد كان معايا الله يرحمه المنتج الكبير الاستاذ مصطفى بركه. قلنا هذه نجمه جديده متالقه، لان هي كفنانه طبيعيه وحضورها كان عالي جدا جدا، وبالفعل اللي توقعناه تحقق يعني. ميرسي يا استاذ محمد على الكلام الجميل دوت بجد. لا يا حبيبتي لا، ده حقيقه. انا بقول وانا حقيقة. مش عايز اقول كلام عنك بس ده كممثل طبعا، طبعاً كمخرج طبعاً. حساس بشكل غير عادي يعني، ممكن يعمل لك مسرحيه بدون يعني لو مسافرين. انا عملت معاه مسرحيتين او ثلاثه كمان وكنا مسافرين. أيوة. وكانت يعني ما عندوش كل الامكانيات اللي تبقى والله ده ما ظهرش يعني. لا يعني ما يعني كان بيطلع لك المسرحيه في قد يعني، كنا وكسرنا الدنيا. هو استاذ اعمالكم واشتراكاتكم مع بعض والاعمال اللي عملتوها مع بعض اعمال جميله كمان. عايزين مسرح بقى. هو الحقيقه عايزين مسرح على فكره بقى فعلا. والله انا بقالي مده يعني من اخر حاجه عملتها مول الدين المرعب في 2010، وبعدين حصل بقى في اللي حصل في 25 يناير، وان المسرح تقلص وحصلت الظروف ديت. انما ان شاء الله بجهز عرض جديد كده، ربنا يسهل، يبقى حاجه يعني تليق، خاصه ان المسرح تعب في الفتره اللي فاتت فعلا جدا، ونظرا للظروف السياسيه والاقتصاديه والحاجات. بس حمد ربنا بقى ان حضرتك تكون سبب من الاسباب والاستاذه، ونرجع الفن الجميل للمسرح. طبعاً تاني طبعا لا طبعا طبعا يا استاذ محمد طبعا، خاصه ان عايده من الممثلات المريحات جدا لاي مخرج يشتغل وياها، لان هي كفنانه نمره واحد ملتزمه، نمره اتنين انها حضورها طاغي،
وبتبقى الموهبة عندها عالية جدا، فما بتبقاش مجهدة بالتعامل مع اي مخرج تشتغل وياه يعني. علشان كده كلنا بنحبها وجمهورنا طلبها وهي لبت الدعوة. سعدنا بحضرتك وان شاء الله نلتقي معاكم ان شاء الله قريب في عمل مسرحي. خلاص هنبتدي من حاجة حلوة. ميرسي وحشتني وحشتني. ومعانا على الهاتف الفنان احمد خالد صالح. حبايبي الكتير. حبايب حضرتك كتير جدا. الفنان احمد خالد صالح. الو الو. اهلا بحضرتك حبيبي. انا جبت لك ماما. منورنا ببرنامج حاجة حلوة حبيبي. ازيك يا احمد؟ انا بقى معاكم في المدخل. ربنا يخليك. ازيك يا انت منور. كنت منور في نسر الصعيد والله. الناس كلها كان بيقولوا فعلا ان انت يعني مش متخيلين ان انت تبتدي بالصعيد وبالجمال ده وبالبساطه دي بجد والله. فانت احلى ولد بالنسبه لي قابلته، يعني احلى ابن مثلت معه هو انت بجد والله. وسعدت جدا. ده ابن طبعا الفنان. الشرف والسعاده والعلام كانوا كلهم من ايه يا حبيبي؟ لا يعني ايه يا حبيبي؟ قول. الله يرحمه. طبعا الله يرحمه طبعًا. يعني هو في قلوبنا. وانت جيت يعني بصراحه يعني ما حسستناش ان هو فعلا اللي خلف ما ماتش ده مثل حقيقي. طبعا انت نموذج يعني ناجح جدا ومشرف لبابا. ده انت كمان مشاهدك دي حقيقه. انت عملت انطلاقه بالصعيدي ما حدش كان متوقعها. عارف يا احمد، انت كنت في الشغل في الناس مش متخيله ادائك واحساسك يعني. واول مثلا اول شغلك واول بدايتك انت بجد والله اسعدت الجمهور جدا جدا. صدقني ما حدش بيجاملك على فكره والله. ما حد بيجاملك بجد والله. يعني والله دوت يرجع لفضل جزء منه ان وقفتي قدامك علمتني وثبتتني. وصدقيني يعني انت واحده من اسباب اللي خلت الحمد لله الجمهور يتقبل الموضوع بالشكل ده. فيعني بجد مش عارف اشكرك قد ايه. واللي جاي ان شاء الله اكيد هيجمعنا حاجات كتيره يا رب ان شاء الله يا روحي. والف مبروك عليك النجاح الجميل دوت ونجاح المسلسل. ألف ألف مبروك وميرسي على المداخلة الجميلة قوي. وسلم لي على مامي وكل اللي عندك حبيبي. ما تحرمش منك يا حبيبتي يا رب. أحمد أكيد اتعرض عليك شغل كتير جدا. إيه أحلى حاجة هتعملها وتقدمها لنا مفاجأة في حاجة حلوة؟ لا مفاجأة بقى. لا معلش، حاجة حلوة لازم تقول لها حاجة حلوة. لا والله فعلا ما فيش حاجة أقدر أقول عليها دلوقتي. لا لسه لسه إن شاء الله يبقى في حاجات ظريفة الفترة. طب وعد بقى إن إحنا أول ناس نعرف. إن شاء الله. وعد على الهواء يا جماعة. بالتوفيق ان شاء الله. واسعدتنا. شكرا لاتصالك. ميرسي يا ولدي حبيبي يا نور عيني. باي 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 يا حبيبي. باي. معانا على التليفون المخرج والفنان احمد سمير فرج. حبيبي. الو حبيبي. الو الو. استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نورتنا في برنامج حاجه حلوه. ربنا يخليك. معانا الفنان عايده رياضي مع حضرتك. اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ وحشتني. ربنا يخليكي. وانت كمان اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. وحشني شغلك الجميل. ربنا على فكره الوحده الثانيه كانت في نسر الصعيد كان استاذ احمد سمير فرج طبعا ده. وطبعا ابن اكبر مخرج مصور مدير تصوير في مصر السينمائيا يعني. طبعا طبعا. امال ايه يعني؟ انا متربيه على ايد بابا. فلقيت بقى الابن الجميل القمر ده وفعلا فنان بجد بجد وحساس وما تسمعلوش صوت بجد والله. واضح ما شاء الله واضح. انا مستنيين حاجه جديده من حضرتك. ايه الجديد؟ ان شاء الله. اخراج ولا تمثيل؟ اخراج. هو مش ممثل ده مخرج. ايوه. لا قال لك الفنان. فنان. استاذ استاذ احمد. الو حبيبي. انا طبعا بشكرك على المداخله الجميله دي ومبسوط على نجاحك وفي نسر الصعيد وانك انت يعني كملت المشوار وربنا يبارك لك دايما. ومرسي على المداخله الجميله. وربنا انت دايما انت امل مصر في المخرجين الشبان اللي جايين. فكلنا مستنيينك. اوعى تنساني برضو. هعمل دور الام برضو. بتكبري نفسك ليه يا استاذه؟ لا والله ده والله مخرج بس بتعمليهم باتقان بصراحه. كل الادوار جميله وهم اختيارات موفقه. حضرتك اللي فنانه جميله مدام عايده يعني ممثله محترفه والحقيقه من اكتر الناس اللي الواحد ارتاح في الشغل معاها. ربنا يخليك. ميرسي على الشهاده الجميله دي. ربنا يخليك استاذ احمد. ما عرفناش حاجه مفاجاه البرنامج حاجه حلوه برضو. انا بصمم كل حد يكلمنا يقول لنا على عمل جديد. هنستنى ايه من حضرتك قريب؟
والله يا فندم انا عندي مسلسل 60 ان شاء الله هيتعرض في شهر 9 اسمه ابواب الشك، أبواب الشك. ولسه بشوف رمضان الجاي هخش ايه. ربنا يسهل، بالتوفيق، عمل قوي ان شاء الله. ان شاء ربنا الله يخليك. شكرا ربنا على مداخلتك، ان شاء الله. اسعدتنا. ميرسي. شكرا شكرا. نتكلم بقى عن دور حضرتك في نسر الصعيد، تكلمينا عنه وعن التعاون مع الاستاذ محمد رمضان، ودي مش اول مره. لا طبعا، الفنان الجميل محمد رمضان ده يعني من اول الالماني وقلب الاسد والاسطوره اللي مكسره الدنيا، وبعدين ختامها مسك الجميل نسر الصعيد. طبعا بصي، الشغل مع محمد رمضان جميل، فنان بيحب زمايله، حتى شوفي يعني الترشيح، طبعا هو طبعا والشركه جميله، شركه جمال العدل طبعا شركه يعني بتحس بالفن، يعني انا كلها فنيه، يعني جمال العدل وسامي الله يرحمه ومدحت والناس دي يعني ناس فنانين حساسين، يعني بيعملوا الشغل على مستوى عالي، واحلى شغل واحلى مسلسلات يعني ما شاء الله يعني. فالشغل مع محمد رمضان وترشيحهم للممثلين الموجودين كلهم بدون استثناء، يعني كل واحد في دوره، يعني الانتاج ما بيبخلش، ومحمد رمضان يعني كمان يعني بيبقى ليه برضو اراء في ترشيح بعد ناس، بيجيب الناس الشباب الجديده اللي معلمه زي عز مثلا، كان في ابني في الاب الروحي، كان جايبه ابن هتلر طبعا. احنا عايزين نتكلم برضو على الاب الروحي، يعني عايزين نتكلم على الاب الروحي طبعا، لان في احنا لقينا في اختلاف. بس انت جبتي محمد رمضان، لازم اكمل محمد رمضان، ما تخشيش على السؤال الثاني. لا انت دخلتي بس في الاب نصر الروحي. نصر السعيد ده اهم حاجه. لا انا بقول لك يعني على يعني محمد رمضان يعني بيرشح ناس شبان ناجحين، وبيجيبهم بيدعمهم، مش بيجيب ناس مثلا يعني هو اقل ولا لا، بيجيب ناس شباب ثابتين وجودهم وبيدعمهم اكتر واكتر، منهم طبعا احمد سمير فرج، وفي عز، وفي نجمه كمان عايشه التونسيه طبعا معانا، طبعا دره طبعا دي نجمه من زمان موجوده معانا، ومعانا وفاء عامر، معانا نخبه كبيره جدا مش عايزه انسى يعني. فمسلسلات محمد رمضان حاجات كده يعني، بس هي الاسطوره برضو يعني طبعا نسر السعيد قويه جدا وعملت انطباع، لكن ما فيش حاجه لسه غطت على الاسطوره ثابته مكانها، بيمر السنين بتزيد. بصي الاسطوره طبعا جميله، دي كانت مكسره الدنيا كل حاجه، بس يعني الاسطوره حاجه ونسر السعيد حاجه، يعني كل حاجه ليها طعمها، ما فيش حاجه شبه. طبعا اي حاجه فيها رمضان طبعا بيبقى كله بيشتغل بيجتهد قوي، عشان يعني معانا ممثل بيحب شغله ومجتهد وموهوب، فكلنا مجتهدين في شغلنا قوي عشان نوصل نبقى كلنا نخبه يعني كده حلوه. يعني هو سبب الهجوم اللي عليه تقريبا ان هو بقى محبوب، وفي شغله محبوب قوي كده، فدي تعتبر حرب. الهجوم، بصي الهجوم ده سيبك منه، مش عايزين نتكلم فيه. ماليش. بصي اصل هو فنان والجمهور بيحبه، والوطن لا هو محبوب بصراحه، يعني الجيل الجديد كله بيحب محمد رمضان واخدينه مثل. وانا عجباني الاغنيه بتاعت نمبر 1. فدايما ان هم واخدينه مثل، دي هي بس المشكله، ان هم حبوه لدرجه ان هو بقى مثل، فدي مسبب لنا احنا مشكله. هو فعلا بيحبوه جدا جدا، هو محبوب وبيحب الناس، وهو انسان متواضع جدا، واحنا مستنيين منه الافضل. انت نموذج لاولادنا، فاحنا مستنيين منك الاستاذ محمد رمضان النجم والفنان، مستنيين منك الافضل، عشان ولادنا بيقلدوك، ولادنا واخدينك ليهم نموذج ومثل، فاحنا مستنيين الافضل. الحب الجميل هو كله جميل، بس احنا مستنيين الافضل، ولادنا بيقلدوك. ايوه بيقلدوك كل حاجه حلوه. ولادنا بيقلدوك، ودي مصر. بصي مصر دايما بتجيب فنانين، وانا كنت عامله مسلسل برضو مع حنين وحنان مع الفنان الجميل عمر الشريف، وكان في طبعا محمد رمضان الفنان الجميل على فكره، وكان عمر الشريف فعلا متفائل بيه بشكل غير عادي. وفعلا نظرته، شوفي فنان كبير زي نظرته في مكانها، يعني هو اصلا هو اول ما ظهر كانوا كل الناس فاكرين ان هو ابن الراحل احمد زكي للشبه. شباب. هو يعني بصي اول ظهوره كل الناس كانت متخيله ان هو ابن الراحل، الله يرحمه الله يرحمه. طبعا هم كل ما بيلاقوا حاجه فنيه جميله كده كلهم بيبقوا تبع بعض كده. الحاجات الحلوه كلها ماسكه سلسله ورا بعض. مصر ولاده دايما، ان شاء الله مصر تبقى يعني في خير دايما ان شاء الله، وبفنانينها والفن. احنا معروفين في العالم كله، احنا بنصدر للعالم بالفن. كله، فاحنا ده اللي بنتكلم فيه، عايزين نصدر الواجهه المشرفه لمصر، الجانب الجيد، الجانب الايجابي. مصر مش كلها سلبيات، العالم كله فيه سلبيات، نبطل احنا مالناش دعوه النهارده بالسلبيات. سيبك من السلبيات، مش عايزين نتكلم، احنا بنصدر كل حاجه حلوه، والوطن العربي كله ثانية بيحبنا. طبعا وبيحبوا فنانة وبيحبوا الفنانين،
والحب والمحبه ده شيء جميل جدا. بمناسبه الوطن العربي وحب الناس لينا، معانا مشهد الناس كلها بتحبه ومستنياك، مطلوب مني على فكره. جاهز كنترول فاصل ونشوف المشهد ونرجع لكم تاني. متميزة بعمل المسرح، وعملتي أعمال كثيرة جدا، وفي أعمال منها كمان ما تسجلتش وما تصورتش اللي هي كانت للأعمال المسرح. نتكلم عن واحد ليمون وعن الفنان الرائع الجميل سيد زيان. سيد زيان وقفتك قدامه كانت إيه؟ بصي والله واحد ليمون دي يعني مسرحية كانت ناجحة جدا قوي قوي قوي، وكان فيها طبعا النجم الجميل محمد نجم. طبعا كان هما الاثنين مع بعض يعني. بصي هما الاثنين، انا جيت في وسط اثنين عمالقه يعني، الله يرحمه سيد زيان وربنا يديله طولة العمر، نجم. نجم ده ممثل فرسي يعني، عارف ازاي على الهواء. حاجه مميزه، ما حدش عارف يقلده، ما حدش عارف. لا لا خالص، لا خالص، الدور بتاعه ده هو ما حدش. هو مسرح يعني جميل قوي قوي، ولكن ربنا وفقنا الحمد لله، وانا اتعلمت منهم كتير طبعا. طبعا كل حد اشتغلت معاه خدت منه اشياء كتير قوي قوي، وكنت سعيده ان هم عمالقه لوحدهم، بيحبوا شغلهم. الفنان اللي بيحب شغله ده بيبقى يعني بيضيف للي قدامه، ولو قدامه برضه بيحب شغله يعني الحياة اخد وعطى والفن اخد وعطى كده يعني. نرجع بقى للاب الروحي. قولي يا رح. الطفرة اللي حصلت في الجزء الاول والجزء الثاني. ازاي يعني ايه الطفرة؟ مش فاهمة ايه اللي حصل. حصل تغيير في الشخصية. الشخصية بتاعت الاب الروحي. والله هي الست تعبت قوي عقبال ما ربت الابن، والراجل جوزها سايبها من زمان، والراجل كبر بقى وخلاص، وابنها بقى حاجه بقويه، حبت تشوف نفسها يعني. دي الحياه الطبيعيه يعني، بس احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين. لا احنا مش متعودين نصرح، هي بنعملها بس لما نقولها تبقى او نظهرها فتبقى شاذة يعني مجتمعنا. مش الغلبانه دي بقى يعني الجبروت يعني، حبت تعيش شويه حاجات كوميدي يعني كده، تعملها كده لايت، ما فيش حد سائل عليها. لا تعمل جميل، ومحدش سائل عليها يعني. هي تقريبا تحليل عشان لاقي لها مخرج يعني، ليه عملت كده؟ اللي قعدت في شبابها من غير ما تتجوز عشان تربي ابنها، عشان تاخد حق ابنها. الحقيقه فعلا كانت غريبه شويه، وكذا حد سالني برضه شويه، طول ما بيحصل للبني ادم تغييرات يعني. بتلاقي ابنها متجوز وبتاع وخلاص، بقتش حاجه، قاعده تهوي نفسها، ولقيت حد بيتنحنى زي القمر لطفي لبيب. طبعا طبعا جميل جميل، الدم وزي العسل جميل. اللي هو بيضيف من اي جمل فنيه، ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله. وهو زي الفل دلوقتي، احنا داخلين نعمل نكمل الجزء الثاني اليومين الجايين دولت. هتبتدوا التصوير فيه. ادي الطفره، انا حكيت لك الطفره عشان ما تتخضيش يعني. طيب. الطفره يعني حاجه بقى هنتكلم فيها، دور اتقنتيه ازاي ونجحتي فيه، النجاح ده ازاي عملته يعني؟ عملوه ممثلين كتير جدا، عملوه كويس طبعا وبشكل جيد، ولكن حضرتك عملتيه بدور امتياز. كتكوت. الحاج متولي. كتكوت. الحاج متولي. ده مال ده. وطبعا الفنان الكبير الراحل نور الشريف. طبعا التمثيل معاه كان ايه؟ استاذ نور الشريف ده مسلسل حاجة متولي كله كده كان برضو حاجه يعني. استاذ نور الشريف ده مدرسه. انت جبتي انسان كده فنان مدرسه، اولا مثقف فنيا جدا، خريج معهد فنون مسرحيه، حابب الشغلانه قوي، موهوب، اول ما ابتدى خطواته ابتداها في المسرح طبعا، ومسرحيات اللي هي عندهم في الدراسه، وبعدين ابتدى مع استاذ حسن امام مخرج العظيم العبقري، وابتدى الحاجات الفنيه السينما. بس التمثيل في السينما احساس يعني، السينما تاريخ يعني، تلفزيون والمسرح ده حاجه جميله، بس السينما دي تاريخ يعني. هو ابتدى في كل سينما ومسرح وتلفزيون، فنان موهوب، مدرسة خاصة نور الشريف. ما هو الفنان نور الشريف الله يرحمه من الناس اللي ما نقدرش نقوله ان هو فريقنا، هو حي وسطنا باعماله، بذكرى، بالظبط، بكل شيء، باحلامه، يعني جسد كل حاجة في موقعها وفي مكانها وفي توقيتها الصح بجد. في الحاج متولي الله يرحمه، نرجع للحاج متولي. الحاج متولي والله كلنا ما كناش متوقعين. تصوري هقول لك حاجة غريبة جدا. أنا أولا المنتج أستاذ ممدوح، منتج المسلسل، كان هو اللي منتج واحد ليمون والتاني مجنون. قال لي اختاري لك بنت من الاربعه اللي اتجوزهم. قلت له لا انا عاجبني الخدامه دي وحياه ربنا. بس الدور كان جميل والله العظيم. ثلاثه يعني، لا الادوار الثانيه كانت حلوه. أيوة بس انا ما كنتش متخيله ان الادوار هتبقى حلوه كده. اولا أيوة. انا قلت ايه، جوازه وطلاق وجوازه وطلاق، لا 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 انا عايزه ايه، دور ثابت، الشغاله دي اللي بتعمل اللي بتحب بقى، اللي بتحب بتعمل الاعمال وعايزه تجيب رجل. ف
فالدور خدني وانا كنت حابه الدور جدا جدا جدا. لا اتقنتيه ازاي بالسهوله دي؟ هو كله ماشي بتسهيل ربنا، عادي بتسهيل ربنا كده. جينا بقى في حكايه كتكوت دي بقى، كنت بقول مع وانا في الاستوديو والله ما كنت محضره حاجه، حافظه انا عشان كده ما انا عشان كده. وجيت بقى ايه قعدت اقول للعمال اللي ورانا كده اكلمهم اقول لهم ايه اللي ورا الكاميرا، اقول لهم يا قبل التصوير اللي هيقول لي اي افيه كده اقوله اقفل بيه هديله 100 جنيه. واحد يقول لي مثلا جمله تبقى طويله اقول له لا دي طويله تعمل دي مش عارفه ايه، المهم ده كل واحد يقول لي حاجه وانا خلاص. استاذ نقلي طبعا المخرج الجميل ابتدى يلا على البروفا بنعمل الجنرال وبتاع وكده، وانا بصور مش عارفه اعمل حاجه. وقلت الحوار قلت حاجه وفي الاخر كده حاجه من عند ربنا والله، قلت كتكوت. ايوه انا بسال عشان كده جايه كده والله ما كانت متحضره. بس انا قعدت كانت أسأل جميله لحد دلوقتي الناس كلها لما بيتكلموا عن سحر او شعوذه ما بيقولوش عم بشندي، مش كله بيقول عم بشندي، كله بيقول كتكوت. لا وانا بقى ايه بعد ما المسلسل اتعرض راجع كنا بنصور برده ما زلنا بنصور كانت اتعرضت كتكوت طبعا بتتعرض، وانا راجع بقى من الاستوديو بالليل الساعه 4:30 الصبح كده كان بتاع الزباله بالحمار كده بيلم الزباله بيحط على الكارو وليت بقول كتكوت. قلت بس بس انا عرفت جبتها منين، انا عرفت جبتها منين، ما انا بروح كل يوم من نفس الطريق. خد نجاح المسلسل ده غريب كان جميل يعني. كان جميل الحمد لله يا رب. استاذ نور الشريف الله يرحمه ما فيش حاجه عنده بصراحه، لا ده بصي مفيش حاجه عنده نقدر نتكلم فيها غير انه الله يرحمه يعني فعلا كده يعني مهما اتكلمنا مش هنديله حقه، شغله موجود هو اللي بيديله حقه والجمهور بتاعه اللي بيحبه. بلاش تبوسني بلاش تبوسني كده عينيا. استقبلتي فكره الفيلم ازاي؟ والله الفيلم ده اتعمل وعلى فكره ما اتعرضش في الاول يا حد ما رحنا له مهرجان دبي. ليه بقى؟ كسر الدنيا في مهرجان دبي ده المخرج الشاب الجميل المنتج احمد عامر هو المنتج وهو المخرج شاب جميل من ضمن الشباب وافكار ليهم افكاره يعني كان في شويه على يعني كان عامل سبوت كده بطريقه ساخره على الممثله اللي بترفض البوسه او يعني ممثله قصه ممثله وابتدت تمثل ومش عارفه ايه ومضت العقد وبتاع وابتدت تقول هنا لا وفي نص الفيلم بتتحج يعني حاجه شويه حاجات كده ظريفه يعني كان الفيلم لقى نجاح كبير جدا جدا في دبي في المهرجان ورجع اتعرض في مصر. كانت حاجاته دمها يعني عامل اسقاطات على حاجات لذيذه بخفه دم مش يعني بطريقه لذيذه. لو اتعرض عليكي دور اغراء دلوقتي هتقبليه؟ انا شايفاكي زي القمر مفيش تغيير. مش بقول اغراء انا شايفاكي زي مش عايزه الجمهور يضربني بالفيلم. لا لا الجمهور مستني اصلا انك توافقي عشان يجي لك العرض حالا واحنا قاعدين. ضحكتيني انا عندي انفلونزا. دور اغراء مثلا يعني اعمل زي مثلا فيلم ايه مثلا طول شويه كده بس هو صعب شويه. لا لا يبقى هتقبل يا جماعه الاستاذ عايده رياضه هتقبل وهتمتعنا بيه. لا لا هو بصي الحكايه مش حكايه فيلم يعني انا سيبتك تقولي بس الجمله. مفيش حاجه اسمها هما بيصنفوا كده بيقولوا كده ودور مش اغراء ده في سياق فيلم وفي حدوته في اتنين بيحبوا بعض ومش عارفين يتجوزوا مفيش مصاريف وبيخطف منها جوزها في بير السلم بيخطف منها جوزها مش عارفه ايه زي الفيلم طبعا لعب مع كبار الفنان الجميل الاستاذ عادل امام فيعني هما وفيلم الكتكات مثلا ويعني الحاجات ما هو الكتكات هي البدايه كانت مع الكتكات الكتكات ولعب مع كبار بس طبعا طبعا محمود عبد العزيز الكتكات واستاذ عادل امام لعب مع كبار يعني حاجه يعني فيلمين تقايل يعني. ايه سبب قبولك انك تطلعي ضيفه شرف ربع رومي؟ والله ربع رومي هو عمل رائع طبعا بس حضرتك ضيفه شرف مش دور. انا بحب المخرج معتز التوني قوي لانه عملت معاه قبل كده سينما وعملت معاه هربانه منها مع ياسمين عبد العزيز وهو فنان جميل وبصراحه يعني موقف الفيلم ده وهو ما كانش دور بصراحه كان لا ضيفه شرف بس كان هو يعني حاجه يعني مميزه كمان لا كان بقى اكتر من ضيفه شرف على فكره يعني هو بروز لي الدور وبقى في حاجات كده والفنانه الجميله هلا فاخر يعني في حاجات اتزودت لي واتعملت لي يعني اعتقد الفيلم ده المسلسل دوت يعني كان ليه اسباب يعني ان انا اخده يعني كان بدل يعني حب يصلحوني بحق يعني بتهيألي يعني بس مش عايزه اخوض انا في الحاجات دي يعني لا هم حبوا كمان يعني كل رونق وفي انا كنت مبسوطه جدا بالمسلسل لانه نجح جدا 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 المسلسل مع مصطفى قاطر و
وكل الجروب اللي كان موجود فنجح نجاح يعني كل الناس بقى يكلموني. صديق حضرتك الاستاذ المحامي محمود عطيه. اه طبعا. الو الو محامي الجميل سياده المستشار. الو اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك سياده المستشار منورنا في حاجه حلوه. على الفنانه الهايله الاستاذه عايده رياض. مع حضرتك اتفضل. أنا الحقيقه يمكن حضرتك ما تعرفينيش، انا مجالي العمل السياسي، ولكن لما تبقى عايده رياض الفنانه التلقائيه الهايله اللي عملت شغل كتير، وانا في الحقيقه متابعها يعني لانها عندها جاذبيه بالنسبه للمتلقي خطيره جدا. اشتغلت مع ناس كبار، الاستاذ عادل، الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، العمده سليمان غانم، اشتغل في المال والبنون. فحقيقي يعني من الفنانات القلائل اللي الواحد بتشد الواحد لما بتكون موجوده بتعمل دور او حاجه زي كده. فعلا وفنانه مش عارف حطها كويس ولا متمتعه بحب الناس قوي، متمتعه بحب الناس بطريقه غير طبيعيه جدا 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 بالاداء بتاعها. غير بقى انها الجمال بتاعها في الرقص في فرقه الفنون الشعبيه في منتهى الجمال. فاتمنى لها التقدم دائما يعني، وانها فنانه جميله وبتقدم ادوار كويسه، وانا بحب مداخله حضرتك هي اللي جميله محمود بيه. ميرسي جدا، ميرسي جدا يا سياده المستشار، ميرسي جدا جدا على كلام الجميل وعلى اختيارك للحاجات الاعمال اللي عجبتك، فعلا اختيارات جميله جدا جدا. ويبدو ان حضرتك برضو زي واق للفن الجميل، الناس المحترمين زي حضرتك اللي يتكلموا بالاسلوب الجميل دوت يعني بجد. لا والله فعلا سياده المستشار اتكلم بطريقه يعني جاب لك اعمال فعلا ليها مكانتها وليها قيمتها، يعني ما فيش حد بينقد حاجات وحشه الا اذا كانت وحشه فعلا. الحاجه الجميله الحاجه جدا اولا عشان ما تسيبوش طبعا. لا طبعا انا ميرسي جدا جدا. الحاجه الجميله الحاجه الحلوه في حياه عايده رياض. انا حاجه حلوه كل حاجه، كل حاجه بتمر بيا بتسبب لي سعاده ببقى مبسوطه. يعني مثلا لما كنت تعبانه وخفيت حاجه ساعدتني جدا، كلنا دي اسعدتنا كلنا. انا لما اعمل حاجه حلوه لاي حد يكون اقدر اعملها له ويتبسط وتتحقق الحاجه اللي انا عملتها له تبقى حلوه بتبسطني. ممكن اعمل اكله حلوه قوي مثلا لاخواتي لاي حاجه وتطلع حلوه قوي يقولوا لي الله تبسطني. اخواتك اللي هم كل حياتك. اه طبعا ما اتكلمناش يعني عنهم. اه هنتكلم موجودين واجيبهم لك على التليفون دلوقتي حبيبي ربنا يخليهم لك. فبقول لك يعني كل حاجه بسيطه بتمر بيا في الحياه، نجاحي في مسلسل، نجاح مسلسل يبسطني، جايزه في مقابله، برنامج زي البرنامج الجميل ده اللي خلى ناس زراف يعني دخلوا عليا دولت بكلام الجميل بتاعهم ده، ده حب بينتعني ويفرحني. واي بني ادم اي انسان بيبقى محتاج يسمع كلام يعني حلو. يعني نقدر نقول لو اتعرض عليكي عمل عن قصه حياتك هتوافقي تعمليه؟ والله ليه لا، يعني ما عنديش اي مانع يعني اذا كانت تفيد قصه حياتي تفيد. اكيد اكيد مليئه 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 ويعرفوا يعني ان الحياه ونجاح وكفاح. ما ده المهم يعني كان في حاجه العرض على الشاشه ساعه او ساعتين بيكون بيتجهز له سنه ممكن. بيبقى واخد تعب سنه طبعا بالزبط. لا والشباب يعرفوا ان ما فيش حد بيوصل كده، يعني الحياة فيها طبعا كفاح وفيها تعب وفيها مذاكرة وفيها موهبة وفيها معاناة. أستاذة عايدة نورتينا، والوقت الحلو كالعادة بيروح مننا، وإحنا محتاجين 10 حلقات لازم هنشوفك تاني ولينا لقاءات تانية كتير، وانتظرونا وحلقة جديدة وحاجة حلوة.